سباق نحو خدمة الزائرين يخوضه الصغار قبل الكبار في كربلاء المقدسة، فئات عمرية اختلفت وتوحد لديها الهدف. من السلف إلى الخلف انتقلت مهمة خدمة الملايين من زائري الإمام الحسين عليه السلام، حيث تجلت باحتفاظ أغلب المواكب الحسينية بفئات عمرية مختلفة داخل الموكب، ولعل وجود الأطفال يشكل أحياناً حلقة مفصلية في هذا الدور. طبعاً هذه فكرة جداً مهمة وجيدة، يجب أن يستخدم صاحب الموكب ابنه، ابن أخيه، ابن أخته، الجيران، أي طفل. لماذا؟ لكي يتعود. الطفل يجب أن نعلمه منذ الصغر من نعومة أظفاره أن يخدم الإمام الحسين، فإنه عندما يعطي الطعام ويعطي الماء فإنه يستذكر عطش الإمام الحسين. أنا هنا مسجل بموكب أشبال الطف، وهنا تعلمت وجيت هنا للتعلم شلون الحسين مات، وأعرف قصته بالتفاصيل. وآخر شيء عرفت هنا تعلمت الصلاة والكرم، يعني أوزع للزوار، وعرفت الحسين مات عطشان. إلى جانب مواكب الكبار، برز إلى الخدمة الحسينية ما يعرف بمواكب الأطفال، حيث يعتمد هذا الموكب على الأطفال في تقديم شتى الخدمات في محاولة لترسيخ أهمية الشعائر واستمرارها في أذهان النشء الجديد. الأمور في الموكب هي تحت إدارة الأشبال أنفسهم، يقدمون الخدمات للزائرين، ونقدم خدمات بكميات كبيرة بفضل الله تعالى، إذ نحرص في هذا الموكب على تقديم الخدمات باتجاهين: أولا الخدمات المعرفية والدينية والثقافية والفكرية المقدمة للأشبال، وأيضا الخدمات المقدمة للزائرين. يهدف هذا الموكب إلى تنشئة هؤلاء الأشبال تنشئة دينية صحيحة. أطفال يتسابقون لتقديم خدمة متنوعة في مواكب تشهدها المدينة منذ اليوم الأول من محرم وحتى يوم 13 منه، وسط تشجيع الخدمات الكبار لأهمية غرس مفهوم العمل التطوعي لديهم خلال أيام الشعائر. لكن هؤلاء نحن نرصد إليهم الضوء، لأنهم هم هؤلاء أجيال المستقبل، أي إنهم هم الذين يتعلمون كيفية خدمة الإمام الحسين عليه السلام منذ الصغر وحتى الكبر، وهذا ما وجدنا عليه آباؤنا وتعلمنا من قبل أجدادنا وأبائنا هذه الخدمة. اليوم جيت إلى أشبال الطف، صار لي 4 سنوات أنا بي أخدم الزوار أبا عبد الله، وتعلمت من هذا الموكب أصل القرآن، وتعلموني شلون أوزع، وعلموني شلون ألطم وأوزع. من كربلاء المقدسة مأثر طالب، قناة الرابعة.